بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة الستة للصف الثاني الإعدادي الترم الأول، المنهج الجديد 2021، اسمها Different Environments، بيئات مختلفة. بتتكلم مثلا عن بيئة زراعية، بيئة صحراوية، بيئة صناعية، بيئة مائية. تعالوا نشوف كلمات الدرس. Air pollution، تلوث الهواء، وده طبعا بيجي بسبب ايه؟ بسبب ان بيبقى مثلا في ميني كارز، عربيات كتيرة، فالعربيات الكتيرة دي بتعمل تلوث هواء. كنل، طبعا الكنل دي قناة مائية تصل بين بحرين. دروت يعني جفاف، الجفاف ده بتبقى الدنيا دراي دراي، جافة خالص، أو ممكن نقول ايه؟ نقول نو ووتر، مفيش مية خالص، وممكن كمان نقول نو رين، مفيش مطر. فطالما الدنيا دراي ومفيش مية ولا في مطر، يبقى أعرف على طول إن ده إيه؟ جفاف. إلكتريك يعني كهربي، حاجة تدار بالكهرباء، وأور إلكتريك كار يعني سيارة كهربائية. إنفايرمنت البيئة، والبيئة هي المكان اللي إحنا ليف إن، بنعيش فيه. فلاد يعني فيضان، الفيضان ده بيبقى إيه بقى؟ لما يبقى هيفي رين، لما يبقى مطر غزير، المطر الغزير ده يعمل لنا ايه؟ فيضان. خدوا بالكم من كل كلمة بكتبها، عشان كل الكلمات اللي بكتبها هي اللي هنجاوب بيها دلوقتي. ماونتين يعني جبل، اللي هي البيئة الصحراوية. ريبورت يعني تقرير. رابش القمامة. سيت يعني مقعد ثابت. وورن يعني يحذر. ووتر بولوشن، تلوث الماء. بار تشارت، رسم بياني شريطي، اللي هو بيبقى مثلا حاجة بتعملها كده، البار اللي هو بتاع الكمبيوتر بتاع اي حاجة، رسم بياني شريطي، يقول لك شريط البار، اللي هو انت بيجيب لك الحاجات اللي انت فاتحها على الكمبيوتر، او بيتعمل تحت الرسم البياني عشان يعرفك الازرق ماء، البني مثلا صحراء، الاخضر اراضي زراعية كده، يعني توضيح. كوس يعني سبب او يسبب، ودايما لو هي اسم بتاخد اوف بعدها. changing world، العالم المتغير. climate change، تغيير مناخي. electricity، الكهرباء. green energy، الطاقة الخضراء النظيفة. line graph، رسم بياني خطي. melt، ينصهر او يذوب. presentation، عرض تقديمي. recycling، اعادة تدوير الاشياء. serious يعني جاد او خطير. temperature، درجة الحرارة. اكس اكسس، المحور السيني، بعدين الواي اكسس، المحور الصادي، يعني ده السين وده الصاد، بيرمزوا له بكده يعني. اريا، منطقه. تشينج، يغير او يتغير. ايفر، بيفور، من اي وقت مضى. فاير، حريق. بلانيت يعني كوكب. راديو، راديو. ريسنتلي، حديثا. يوزر، مستخدم. وويزر، الطقس. حروف الجر، ان ذا سيتي، في المدينه. اون، راديو، على الراديو. اون ذا توب، في على قمة. try to، حاول. كلماته عكسها، clean يعني نظيف، dirty يعني قذر أو unclean، careful حريص، careless يعني مهمل، dangerous خطير، عكسها safe آمن، more أكثر و less أقل. attractive يعني جذاب، careful حريص، clean نظيف، comfortable مريح، dangerous خطير، dry يعني جاف، فاست يعني سريع. ومعظم الصفات دي خدناها في الوحدة الثالثة بتاعت الظرف والصفة. جرين، أخضر. هاي، مرتفع. هوت، حار. امبورتانت، هام. انترستينج يعني شيق. لارج يعني ضخم أو كبير. نويزي يعني صاخب. اولد، قديم أو كبير في السن. بلوتد يعني ملوث. كوايت، الإي جوه، خد بالك يعني هادئ. ريلاكسنج، مريح. سيريس، جاد او خطير. طول يعني طويل. وورم يعني دافئ. هنا بقى الاماكن اللي ذكرت في الدرس: استراليا، اوروبا، عراق، جبل موسى، جوردن، الاردن، جبل سانت كاترين، جبل كينيا، جبل كاليمنجارو، ده جبل او المملكة العربية السعودية. هنا بقى كلمة نيوز يعني اخبار، هي بالعربي جمع لكن بالانجليزي مفرد، فدايما تاخد بعدها از، لان احنا بنعملها معاملة المفرد لانها لا تعد. ايس يعني تلج او جليد، تمام.
كلايمت بقى المناخ على مدار العام، اما وزر فترة قصيرة بس، اقول الشتاء الصيف اي حاجة. بيتكلم هنا بقى عن حالة الجو في فترة، عشان بيقول لي هذا الاسبوع، يبقى اذا ده الطقس، يبقى ده الوزر. بعد كده زير نوع too much ice، طبعا زير is too much ice. بالنسبة لنص الاستماع، في بنت بتقول اللي هي جمانة، بتقول جمانة ريبورتينج، بتخبركم بتقول لكم حاجة يعني، تمام، ان الطلبة اللي هم في القاهرة حاليا المتطوعين اللي هم بيعملوا على تنظيف القناة، بيقولوا ان هم بيجدوا الكثير والكثير من الربش، من الزبالة، in the water، في المية. This is the canal is dirtier، القناة اقذر واقذر واكثر تلوثا مما كانت من قبل. They are warning، warning يحذر، هما بيحذروا الناس اللي عايشين في المنطقة ان هما يكونوا حذرين جدا عن الحاجات، الناس عشان اللي بيرموا الزبالة يعني، علشان يحاولوا ان هما يساعدوا الدنيا تكون اكثر نظافة. ده كريم بقى برضو بيقول ان هو من الاسكندرية، بيقول لطلبة الاف ام يعني، فبيقول لهم today، النهاردة المدينة بتاعتنا بدأت ان هي تستخدم electric buses، الكتريك باصص، باصات كهربائية عشان تخفف التلوث. الاتوبيسات دي سوف تعني انه سوف يكون هناك اقل تلوث للايه، للهواء في المدينة. زي ار جرينر، هي اخضر وتستخدم طاقة انظف، وزي اولسو تشيبر، وارخص برضو في المواصلات. اي سبوك تو سام باص يوزرز، بتكلم مع بعض مستخدمي الباص اللي قالوا ان النيو باصز وير كوايتر، اهدى جدا من الاتوبيسات القديمه يعني. لما نيجي نحل بقى، نلاقيه بيقول لنا اول جمله، الدنيا بتمطر بغزاره الاسبوع ده، هيبقى في ايه؟ هيبقى في فلود، فيضان. احنا متفقين لما بنشوف كلمه هيفلي رين، بتمطر بغزاره، يبقى ده فيضان زي اللي احنا قلناه من شويه. طيب ميني كارز، في عربيات كتيره، طالما في ميني كارز يبقى ده في اير بولوشن، في تلوث ايه، هواء. كارز قلنا بيجي بعد الكتريك، كلمه كار او باص او اي حاجه عشان اقول ايه، يضرب الكهرباء. كل every activity people do can damage or help the نقط we live in، قلنا لما نشوف ليف ان نعيش فيها، يبقى كده قصده على الانفايرمنت اللي هي البيئه. Some countries، بعض الدول، have serious كذا، because there isn't any rain، مفيش أي مطر. طالما مفيش مطر يبقى دي فيها إيه دي بقى؟ فيها جفاف، تمام؟ Egypt has a warm كذا all over the year، طالما بتتكلم على طول السنة يبقى كده المناخ مش الطقس، يبقى ناخد climate. الأسبوع ده the كذا is going to be very hot، هيبقى الدنيا سخن، يبقى كده الطقس بقى، عشان ده بيتكلم على الأسبوع بس، الفترة والمكان. The نقط is getting higher، عالي يعني، because the climate is changing، درجة الحرارة هي اللي بتعلى لأن المناخ ايه، بيتغير. تغير المناخ ممكن يخلي التلج اللي على قمم الجبال اللي يحصل له ينصهر أو يذوب. Many countries، دول كتيرة تراي، بتحاول إن هي recycle، تعيد استخدام الأشياء يعني عشان تساعد البيئة. يبقى recycling، إعادة استخدام الأشياء. نقط energy doesn't damage، ما الجرين، الطاقة الخضراء، ما بتبوظش الإيه، البيئة. don't leave your كذا here، ما تسيبش حاجتك هنا. you should take it to the nearest bin، بن سلة قمامة، يبقى ما تسيبش الزبالة بتاعتك هنا. الناس بتعتقد إن الشواطئ are كذا because people go to there and forget their worries، طبعا بيعتقد ان هي ريلاكسينج، مريحة يعني، الناس بتروح هناك وبتنسى القلق او الحاجات اللي بتقلق يعني. بالنسبة للجرامر، بيتكلم على المقارنة بين شيئين، انك انت بتقارن فلان اطول من فلان، الحاجة دي ارخص من الحاجة دي كده يعني. فبيقول لي بنستخدمها بشكلين، شكل مع الصفات القصيرة اللي هي شورت، اللي بتتكون من مقطع واحد زي هاي وبيج وطول واولد ووايد ونايس وهوت، وبنستخدمها بشكل تاني مع الصفات الطويله اللي بتتكون من اكتر من مقطع زي مودرن، كراودد، اميزنج، ووندرفول، انترستنج وهكذا. فاذا كانت الصفه القصيره بنكتبها زي ما هي
ونزود لها اي ار ونجيب بعديها زين. يعني مثلا عايز اقول فلان اطول من فلان، تمام، وليكن الراجل مثلا تي ده اطول من الراجل ب، تمام، فهنقول تي از تمام تولر، طول اهي تمام، بعدين اضيف الايه الاي ار بتاعتي، بعدين اضيف زين. كده انا عملت ايه؟ مقارنه، عملت مقارنه. بس لسه هكمل بقى، اقول ان تي اطول مثلا من دي، خلاص. يبقى انا كلمه طويل اصلا اللي هي طول زودت لها اي ار وجبت بعديها زان. زان دي هتدي معنى من، اطول من، كلام ابتدائي يعني مش حكايه. هي هنا بقى بيقول لي ايفرست، قمه جبل ايفرست هاير زان، اعلى من ماونت كاليمنجارو، اعلى من قمه جبل كاليمنجارو. النيل لونجر زان، اطول من الامازون، نهر النيل اطول من نهر الامازون، تمام. طيب اذا كانت الصفه طويله بقى زي مثلا اكسبنسيف غالي، دي اللي تجيب قبلها مور يعني اكثر او ليس اقل، عايز تقول اعلى او اكثر غلاء، اكثر خطوره، اقل خطوره، بتجيب مور او ليس، تمام، وبتجيب بعدهم برضو ايه زان. فبنقول ان القاهره اكثر ازدحاما من اسوان، مور كراودد زان. طب ليه ما حطيتش اي ار؟ مش هينفع، هي صفه طويله وحدها مش هتقبل اي ار. الدوج ليس دينجرس زان، اقل خطوره من، وهكذا، تمام. طيب هنا بقى ملاحظات سهله، حاجه اللي تنتهي باي ضيف لها ار بس، اللي تنتهي بواي اقلبها الاي اي ار، اللي تنتهي بساكن والساكن مسبوق ومتحرك ضعف الساكن بالشكل ده هوتر، تمام، وهكذا. هنا جايب از هيفي زان، طبعا احنا هنخليها هيفير، نضيف لها الاي اي الاي اي ار. هنا في استثناءات شاذه، جود تتحول لبيتر وباد تتحول لورس، وهم دول موضع الامتحانات. فار طبعا بتتحول لفارسر، بس نركز على بيتر وورس، دول ما بياخدوش اي ار عشان شاذين يعني. هنا بقى التساوي اللي هو از از، ان انا اقول فلان قد فلان، ده اديه في الطول، اديه في العمر، اديه في اي حاجه بقى، تمام. فاقول از از واجيب الصفه في النص بدون اي اضافات. مثال مثلا اقول ايه، الجفاف از سيريس از فلادز، خطير زيه زي الفيضان، ماشي. طيب تلوث الهواء خطير زيه زي تلوث الماء، از دينجرس از، يبقى بجيب الصفه في النص بدون اضافات جوه مين؟ جوه از از. ولما فيها بنفي از اللي قبلها، از نوت از كذا، ليس جافا في افريقيا كده يعني، تمام. طيب هنا بقى بيقول لي ايه، از باد زان بلوشن، طبعا هتبقى وورس علشان دي شاذه. از هاير از قلنا احنا الصفه جوه از از بتبقى من غير اي اضافات. اوروبا از نوت از دراي از، مش از بقى، از افريكا. Our house البيت بتاعنا is not comfortable than this house، طبعا comfortable دي صفة طويلة يبقى لازم تاخد ايه more او لسه قبلها، فخدنا more علشان وجود زان. سارة is كذا than her sister، طبعا younger علشان زان، ودي صفة قصيرة فهخدنا ال ER. Who is not you or sister، هنا بقى عايز يقوله ايهما اشطر، انت ولا اختك، يبقى اشطر بقى، تمام. My car is not his، يبقى اخد زان هنا بقى، تمام، older زان اقدم من بتاعته. اعتقد ان لندن more beautiful than نيويورك. We can run as not as as fast as. بعدين الفيلم ماتريكس التاني was not interesting، was not interesting، يبقى was not as علشان في as هناك. I don't earn as not money as، طبعا as much money as you do، فلوس كتير، عشان هي much الوحيدة اللي تيجي قبل ايه، مع دخلة مع قبل، لا سوري، مني بقى عشان تتعد، عشان الفلوس بتتعد، يبقى انا هاخد ايه، هاخد more بقى هنا، تمام، علشان الفلوس بتتعد. بعدين we read نقط بوكس than before،
فيور بقى عشان ايه دي مع العدد. صحح الخطأ. طبعا سمول هنضيف لها اي ار تبقى سمولر. اكسبنسيف زان نحط لها مور قبلها يبقى مور اكسبنسيف. هو كاتبها زين احنا هنخليها زان. ويندي از طبعا هتبقى از ويندي از هنحط از الاولى. بعدين تيست از باد طبعا هنخليها ورس علشان اسوأ. تمام دي كانت اخر حاجة. وهنشوف المحادثة. المحادثة بيقول لها هلو ايمان هاو ار يو ازيك؟ قالت انا فاين كويسة. قالت لها ويتش از كذا اللابتوب ولا الكمبيوتر؟ قالت لها تحت اذا كذا از بيجر يبقى طبعا كده اكيد بتقول لها ايهما اكبر اللابتوب ولا الكمبيوتر. طبعا احنا عارفين ان الكمبيوتر هو اللي بيبقى اكبر من اللاب. تمام كمبيوتر. قالت لها ايه بقى از سكرين اون ذا كمبيوتر؟ هل الشاشة اللي على الكمبيوتر دي هل الشاشة اللي على الكمبيوتر ذا سيم از وان ان ذا لابتوب؟ الشاشة دي هي اللي على دي؟ قالت لها نو بتاعة الكمبيوتر از نوت سمول از يبقى هناخد قبلها از. از سمول مش صغيرة زي بتاعة اللابتوب. وات نوت ذا برايس؟ ذا برايس از ذا سيم فممكن اقول وات اباوت ماذا عن السعر؟ قالت لها السعر نفس السعر هما الاتنين سعرهم ايه؟ سعرهم واحد. اللابتوب شبيه بالكمبيوتر في السعر. وات از هيفير ايهما اثقل؟ طبعا ممكن نقول ايه برضو ذا كمبيوتر يعني على اساس ان هو ايه حجمه اكبر يبقى هو الاتقل. تمام بعدين ذا نقط ان استراليا بيكامينج هوتر اند دراير يبقى كده بيتكلم على اللي مرتبط بالمكان يبقى مناخ استراليا كذا وكذا. مور نقط means worse fires than before لما يبقى فيه جفاف يبقى فيه حرائق. تمام dryer weather الطقس الجاف is not the ice بيعمل melting ذوبان للثلج. water نقط become much more worse than the last 10 years طبعا water population تلوث المياه سوري بولوشن مش الزيادة السكانية. بلوتد فود الطعام الملوث نقط يو بيكام ال ميكس يو طبعا بيخليك انت تصبح مريض. الجفاف ار اس كذا اس فلاتس سيريس طبعا خطير زيه ده خطر واحد. نقط انرجي از جود فور ذا انفايرمنت يبقى الجرين انرجي هي اللي كويسة على البيئة. cars are not than motorbikes طبعا يبقى سيفر علشان الدرجة التانية. sharks اسماك القرش is not than lions طبعا more dangerous than. he is not than he used to be last year. he is طبعا fatter fatter اتخن شوية عن مكان السنة اللي فاتت. هنا بقى بيقول لي my town is not attractive دي صفة طويلة يبقى نديها مور قبلها. slow طبعا صفة قصيرة نديها er. as نشيل منها بقى ايه نشيل ال er علشان as تبقى صفة بدون اضافات. هنا بقى بيقول لي as long as وليس than يعني هنشيل than دي ونحط بدلها ايه از علشان نكون شغل از. توفيق للجميع لايك واشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.